المهندس اللي قرر انه يحط التويلت ده جنب الاحواض لازم ياخد كورس في الخصوصية. اما بقى المهندس ده محتاج يعرف الكرسي بعجل بيشتغل ازاي بالظبط. اكيد المهندس ده الشبابيك خلصت منه بدري شوية، ودي لما الاي تي ام يعملها مهندس عملاق مش عارف ان كل الناس مش زيه. اما بقى الاي تي ام دي اكيد معمولة للهوبت. المهندس اللي عمل السلم ده اكيد كان عايز الناس تجتهد شوية علشان توصل للدور اللي فوق. لا تعليق. المهندس اللي قرر مكان الزحليقة دي لازم نبعده تماما عن اي ملاعب للاطفال، وده لما الحكومة تحط قدام بيتكم عمود وتقرر انك مش هتطلع تاني من الجراج. انا بقول ان الاتوبيس امن من القطر في الحالة دي، ودي بقى علشان لو حصل حريق المبنى كله يولع. ياريت لو حد منكم هيعزمني على ماتش ما يختار ليش كرسي من دول. اهلا بيكو مع اسوأ بلكونة في العالم، ودي لما السلم